بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله ورعاه، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسعدني في بداية كلمتي أن أهنئكم سيادة الرئيس وشعب مصر الكريم وأمتينا العربية والإسلامية شعوبا وحكاما بذكرى مولد سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، رسول الإنسانية ورحمة الله للعالمين، والذي نحتفل اليوم بمولده الشريف وبرسالته التي سوف تبقى ما بقي الليل والنهار منارة الإنسانية وضوءها الذي يرشدها ويصحح مسيرتها كلما ضلت الطريق وتقطعت بها السبل. سيادة الرئيس، الحفل الكريم، كثيراً ما يتساءل الناس عن الفائدة من بعثة الأنبياء ونبواتهم، وهل هي أمر ضروري لا مفر منه لضبط حياة الناس على منهج الحق والخير والعدل، أو هو أمر ثانوي يمكن أن يستعاض عنه بغيره من القوانين والسياسات والأعراف والعادات؟ والإجابة فيما يقول العلماء هي أن النبوة وتعاليم الأنبياء ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والآخرة. بيان ذلك ما هو معلوم من أن الإنسان كائن اجتماعي لا مفر له من العيش مع آخرين من بني نوعه، يحتاج إليهم ويخالطهم ويدخل معهم في علاقات اجتماعية شديدة التعقيد. وكثيراً ما تجري هذه العلاقات على قاعدة من الخلاف والتنازع والمد والجزر بين دواعي الأثرة والإيثار والحب والبغض والخير والشر وغير ذلك من الثنائيات المتضادة المغروسة في فطرة الإنسان وطواياه، وكلها تدور على الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية، والتي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعدل والرحمة، والمركوزة هي أيضاً في نفس الإنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا الخلاف أو هذا التدافع الاجتماعي لا يمكن ضبطه ولا إزالة تعارضاته المتصارعة إلا بقانون علوي حاكم يحمي الناس ويحفظ حقوقهم ويحقق لهم الطمأنينة والرضا والسعادة. وتاريخ البشرية يؤكد كل هذه المقدمات، فلم يعرف هذا التاريخ إنساناً واحداً ولد وحيداً وعاش وحيداً، أو لم يدخل في علاقة مع غيره من الناس، ولم يسجل التاريخ مجتمعاً من الناس خلا من الاختلاف والتنازع والصراع والتدافع، ولم نرى هذا الخلاف وقد ارتفع من تلقاء نفسه دون تدخل مباشر من قانون ضابط ورادع، ولا رأينا فطرة الإنسان وعقله استطاع أن يقتلع منابت الخلاف والصراع بين الناس. وهنا السؤال المهم: ألا يمكن أن تقوم العلوم والفنون والرقي الحضاري مقام النبوة، ويقوم الفلاسفة والمفكرون والمصلحون والسياسيون مقام الأنبياء والرسل في صياغة قانون
من خارج صندوق النبوة يحمي البشرية من الحروب والكوارث والفقر والقهر والظلم، ويغنيها عن قوانين النبوة وتعاليم الأنبياء. ونقول في إجابة هذا السؤال إن الشواهد والأمارات التي صاحبت ضوالع هذا القرن 21 تدلنا على أن القانون البشري لم يستطع أن يوفر للناس حياة طيبة، وسبب ذلك أن هذا القانون وأمثاله عادة ما يولد من رحم مثقوب بثقوب لا حصر لها من النزعات الفردية والقطرية والقومية والفاشية والنازية والآرية والسامية والرأسمالية واقتصاد السوق والعولبة ونزوات الجشع وحب التسلط والغلبة والمتاجرة بدماء الفقراء وأقواتهم وأرزاقهم على قلتها وضيقها وكفافها في غير عدل ولا رحمة ولا شفقة. وليالي تاريخنا المعاصر حبالى بهذه المآسي والفواجع والأزمات والمضحكات المبكيات، ولا يزال عدد غير قليل من الدول والشعوب في أيامنا هذا يئن تحت رحمة العابثين بها وبشعوبها وبمقدراتها وبمصائرها. وقد يعترف بعض العابثين بهذه الدول بخطئهم وجريمتهم، ولكن بعد فوات الأوان وبعد أن يتم المطلوب. ومنذ أيام قلائل تعد على أصابع اليد الواحدة سمعنا وللمرة الأولى من قادة أكبر مؤسسة دولية أنشئت من أجل سلام الشعوب وحمايتها من الحروب ومن الفقر والجوع والجهل والمرض، سمعناهم وهم يعترفون بفشل هذه المنظمة المهيبة ويصرحون بأنها عجزت عن تحقيق السلام وأن الحروب والأزمات ما زالت مستمرة. وهذا التصريح حين يصدر من مسؤولين دوليين مشهود لهم بالشجاعة والجرأة في قول الحق، فإنه يعني الكثير من القلق على مستقبل كثير من الدول والشعوب. والذي لا تمارى فيه منصف أن العالم اليوم كما بالأمس هو في أشد الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة والمؤاخاة بين الناس ويحكم بينهم بالعدل ويغري بالتراحم وبالرحمة يضعها فوق العدل، وبالضعيف يحميه ويرد عنه غائلة القوي المتغطرس. وهذا وغيره كثير ما لا نجده إلا في برامج النبوة والأنبياء، والتي نحتفل اليوم بمولد واسطة عقدها ودرة قلادتها واليتيمة العصماء في حباتها وجواهرها محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هذا والنبوة هي من أعظم نعم الله التي أنزلها على عباده وأهمها على الإطلاق، وهي من باب اللطف الإلهي بالإنسان. وإذا كان فريق من علماء المعقول في الإسلام يذهبون إلى أن النبوة هي من الجائزات على الله تعالى تجاه عباده وليست واجبة عليه، فإن فريقا منهم يذهبون إلى القول بوجوبها على الله تعالى لما فيها من مصلحة الإنسان ومنفعته، ليس فقط على هذا الخط القصير خط الحياة الدنيا، وإنما على خط لا نهائي يسعد فيه الإنسان أو يشقى. لذلك ذهب هذا الفريق
إلى أن النبوة وإرسال الأنبياء للناس واجب على الله تعالى، ولا يعنون من قولهم هذا معاذ الله أن أحدا غيره سبحانه وتعالى يوجبها عليه، فهذا ما لا يمكن أن يخطر على بال مؤمن، ولكن يقصدون أن الله تعالى هو من أوجبها على نفسه، وهو من باب قوله تعالى في القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أي أوجب الرحمة على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا. ويضيف هذا الفريق أنه إذا كانت عناية الله تعالى بالإنسان قد ذهبت إلى أبعد مدى في ملاحظة حاجته ومصلحته في هذه الحياة الدنيا، فأنبتت الشعر على حاجبيه حتى لا تتأذى عيناه من العرق والتراب والغبار، وقوست أخمص قدميه حتى يتمكن من المشي في يسر وسهولة وفي غير ألم ولا توجع، وأشياء أخرى من المنافع لاحظتها العناية الإلهية لصلاح الإنسان في هذه الحياة الدنيا. أفيعقل أن تتخلى بعد ذلك هذه العناية من ملاحظة حاجات هي أشد وأعظم وفي حياة أخرى هي أدوم وأبقى من حياته الأولى؟ أو لا ترسل له ما يحقق سعادته في هذه الحياة الأبدية اللانهائية؟ السيد الرئيس الحفل الكريم، من المجمع عليه عند المسلمين أن الرسالة التي نحتفل اليوم بذكرى مولد صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تنفرد عن باقي الرسالات السابقة بأمرين: الأمر الأول أنها رسالة عامة للناس جمعاء تتخطى حدود الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وعموم هذه الرسالة أمر لم يزعمه المسلمون من عند أنفسهم لترويج الإسلام في العالم كما يذهب إلى هذه الأكذوبة طائفة من الغربيين القلقين من انتشار الإسلام، وأيضا من تلامذتهم من أبناء المسلمين ممن يعيشون بأجسامهم في الشرق ويرهنون عقولهم وعقائدهم وأقلامهم لفلسفات وثقافات ومذاهب تكره الإسلام وتتربص به الدوائر، وهؤلاء وهؤلاء يقولون إن الإسلام دين محلي خاص بجزيرة العرب، وإن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم من قرروا الخروج به بعيدا عن الجزيرة العربية. والنتيجة المستهدفة من وراء هذا الجدل هي أن غير العربي لا يصح أن تتوجه إليه دعوة الإسلام، وقد ذهبت هذه الطائفة في اللجاج والسفسطة كل مذهب وعموا عن الأدلة والبراهين والحجج التي حملها القرآن الكريم لكل ذي مسكة من عقل أو بصيرة، وكلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكليفا صريحا بأن يعلم الناس بعموم دعوته للعالم كله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وهو يبين خصائص رسالته: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وكذلك ما هو ثابت معلوم من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها إلى الملوك والأمراء ودعاهم فيها إلى الإسلام كرسالته إلى هرقل الملك الروم
وكسرى ملك فارس، والنجاشي ملك الحبشة، والمقوقس ملك مصر والإسكندرية. فهل لذلك تفسير سوى أن الإسلام دين عالمي؟ الأمر الثاني أن الرسالة المحمدية رسالة خاتمة، وأن نبيها هو آخر الأنبياء، وأنه قد تلا على الناس ما أنزله الله عليه في هذا الشأن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقد يتساءل البعض: لماذا وقفت النبوات عند رسالة الإسلام ولم تتطور كما تطورت نبوة موسى وعيسى عليهما السلام؟ لماذا لم تتطور نبوة الإسلام إلى نبوة أو نبوات أخرى متتابعة؟ والجواب يتوقف فهمه على فهم طبيعة التطور البشري، وكيف أنه يجري في اتجاهين: اتجاه التطور المادي واتجاه التطور الخلقي، وأن النبوة والأنبياء لا علاقة لهم بالاتجاه الأول الذي هو اتجاه التطور المادي، ولا ترتبط تعاليمها به، لأن التطور في اتجاه المعرفة العلمية المادية رهن باتخاذ أسبابه وشروطه الحسية المادية، وأنه إذا ما اتخذت أسبابه وحصلت مقوماته ودعائمه فإن التقدم العلمي سيتحقق لا محالة، وجدت نبوة أو لم توجد، ومؤمنا كان المشتغل بهذا التقدم أو ملحدا، شرقيا كان أو غربيا، وذلك بخلاف الحالة الروحية والخلقية والتي تتعلق بها رسالات الرسل ونبوات الأنبياء والكتب السماوية أيضا، وتدور عليها أصولا وفروعا وتطبيقا وممارسة. وقد لاحظ العلماء أن هذه الحالة الروحية الأخلاقية قد استقر أمرها مع ظهور الإسلام، واتضحت معالمها وقسماتها، ولم يعد فيها متسع لتطور أو تقدم يحتاج إلى نبوة أخرى تأتي بجديد لم يتضمنه برنامج النبوة الخاتمة، ولم تشمله رسالاتها ولا تعاليمها. ومن يدقق النظر في حركة التاريخ فإنه لا يسعه إلا أن يعترف بهذه الحقيقة التي تعد من ملاحم القرآن ومعجزاته. فقد مر الآن على ظهور النبوة الخاتمة 15 قرنا من الزمان تطورت فيها العلوم المادية والمعارف الحسية التي كانت تحكم الاجتماع البشري إبان ظهور الإسلام، وتبدلت عشرات المرات، ولا يوجد منها الآن أثر واحد يوجه حياتنا العملية، وذلك في الوقت الذي بقيت فيه المعارف الأخلاقية التي خوطب بها الاجتماع البشري في عصر النبوة الأنموذج والمعيار والميزان الذي يوزن به كل تطور مادي ويحكم به إما له وإما عليه. وخلاصة القول أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بهديها وتعاليمها ستظل أمل الإنسانية وفردوسها المفقود، وستبقى أيضا أمل المسلمين ومجدهم الذي يبحثون عنه ويتطلعون إليه وهو بين أيديهم وعلى مرمى نظرة إلى أطراف أصابعهم، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء بين ظهورها محمول. شكرا لحسن حضراتكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.